عز وجل إلينا نبيا ورسولا منا نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وقول الزور وحسن الجوار والكف عن المحارم والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. ونزيد من الشواهد، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب وجاهليتهم أي أحوال مجتمعهم، فاقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، قول المولى سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أيها الإخوة والأخوات، الشهادات والشواهد ممن عايشوا أوضاع الجاهلية كثيرة وكثيرة. فنقول ونحن نتحدث عن أوضاع الجاهلية قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول أيها الإخوة والأخوات: فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب، وكان هناك رجال ممن يتنكرون الجهالة السائدة والأوضاع الهابطة، كانوا هؤلاء يستشرفون للمنصب الجليل ويتمنون لو اختيروا لهذا المنصب. من هؤلاء أمية بن أبي الصلت الذي حفل شعره بالتحدث عن المولى سبحانه وتعالى وما يجب له من المحامد، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: كاد أمية أن يسلم، كاد أمية أن يسلم. أيها الإخوة والأخوات، ومع تلك الجاهلية التي كان يعيش فيها المشركون، إلا أن هناك كانت باقة عطرة من العادات والأخلاق الحسنة التي عرفها العرب في جاهليتهم، وهو معنى قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلقد عرف العرب في جاهليتهم الصدق، الصدق في الحديث، وعرفوا الوفاء بالعهد وعدم نكثها ونقضها مهما كلفهم الثمن. عرفوا العرب أيضا قرى الضيف، بمعنى إطعام الضيف وإكرامه، حتى كان أحدهم يذبح فرسه لضيفه إذا لم يجد في بيته شيئا. كما عرف العرب أيضا الصبر والتحمل، حتى قالوا مقولتهم الشهيرة: تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها، كناية على الصبر والتحمل. وعرفوا أيضا العرب الشجاعة والنجدة والأنفة والرجولة وعدم قبول الذلة والمهانة. عرفوا أيضا احترام الأشهر الحرم بعدم القتال فيها، وتأمين كذلك الوافدين إلى البيت الحرام، وغير ذلك من الصفات والأخلاق الحميدة التي عرفها العرب. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام أقر هذه الأخلاق وعمل على تمتينها، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن قرى وإكرام الضيف الذي عرف في الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن الوفاء بالعهد الذي عرف في الجاهلية وجاء الإسلام لإقراره وتأكيده، قال جل وعلا: والموفون بعهدهم
إذا عاهدوا